والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاتكم فيديو جديد ومستقبل. في الفيديو راح أقدم لكم فيديو أسطوري جدا عن تنفيذ عرض جديد. فهناك الكثير من الناس قد طلبت مني أن أرجع لهذه السلسلة، فلا تقصروا معي أصدقائي الكرام بوضع لايك وتشاركوا هذا المقطع في كل مكان لكي تعملوا في دعم الجميع. بارك الله فيكم. فصراحة لم أجد وقت لكي أسجل لكم عن تنفيذ عروض جديدة لأنني أدرس في الجامعة ولم أجد الكثير من الوقت، فللأسف أصدقائي الكرام، لكن لم أبخل عليكم وسجلت لكم هذا الفيديو وسوف أقدم لكم كيفية تنفيذ هذا العرض الجديد الأسطوري جدا الحصري. فلا تقصروا معي بوضع لايك وتشاركوا هذا المقطع في كل مكان لكي تعملوا في دعم الجميع. بارك الله فيكم. فكالعادة أصدقائي الكرام، سوف أقدم لكم نظرة عامة لهذا التطبيق أو هذا العرض، وبعد ذلك راح أقدم لكم كيفية تنفيذ العرض من البداية إلى النهاية مع احتساب النقاط بكل سهولة. فلا تقصروا معي بوضع لايك وشكرا جزيلا لكم. أما الآن أصدقائي الكرام، راح نذهب إلى العرض اليوم. فكما تشاهدون عرض لليوم ميجا رويال سوليتير، فراح ندخل إليه على بركة الله وأريكم كيفية تنفيذ العرض من البداية إلى النهاية أو نظرة عامة أولا، ثم راح أقدم لكم كيفية تنفيذ العرض. فالعرض راح يتطلب منك الوصول إلى المستوى السادس، فما عليك فقط صديقي العزيز الذهاب إلى هذه الخانة كما تشاهدون. بعد ذلك راح يقدم لك 10 سبينات أول شيء. فهذه اللعبة أصدقائي الكرام مغير على ألعاب الكازينو، لأن أغلبية الألعاب تقدم لك الأموال ثم تلعب بها وتعمل سبينات، لكن هذه اللعبة مغيرة تماما. ففي الأول سوف يقدم لك 10 سبينات كما تشاهدون، فرح نضغط على سبين هكذا أصدقائي الكرام كما تشاهدون. أصدقائي الكرام، فهنا راح تجد الليفل الخاصة بك أو المستوى كما تشاهدون، فعليك فقط الضغط على سبين هكذا أصدقائي الكرام كما تشاهدون. فرح ننتظر قليلا حتى نضغط على سبين. فهنا العد التنازلي، عندما ينتهي هذا العد التنازلي سوف يقدم لك سبين، وبذلك أصبحت 10 سبينات كما تشاهدون. رح نضغط على سبين مرة أخرى أصدقائي الكرام، فكما تشاهدون 10 ثواني وسوف يقدم لك سبين إضافية. فرح نضغط على سبين وسوف تتغير إلى 10 أو 9 كما تشاهدون، لأننا عملنا سبينين. فرح نضغط على سبين هكذا، وكما تشاهدون راح تتحول الى 9 بعد قليل. كما تشاهدون تحولت الى 9 وهكذا اصدقائي الكرام. نضغط على سبين هكذا اصدقائي وننتظر العد التنازلي وسوف يقدم لنا سبين بدون اي مشاكل. فعندما ننهي هذا السبينات فرح نضغط على سبين هكذا اصدقائي الكرام وننهي السبينات بسرعه لكي اريكم فكره اللعبه اصدقائي الكرام. فلا تعتمد على هذه الأموال، بل تعتمد على سبينات فقط. فرح نضغط على سبين وأريكم أصدقائي الكرام، نضغط على سبين هكذا بسرعة. فهنا يقول لي هل تريد أن تفتح هذا الصندوق، فرح نضغط على تخطي هكذا، ثم رح نضغط على سبين هكذا لكي ننهي هذه السبينات. فكما تشاهدون أصدقائي الكرام، راح أحاول أن أنهي هذه السبينات وأعود إليكم سريع لكي أريكم كيف راح تتحصلون على السبينات بكل سهولة. فكما تشاهدون أنا أحاول الآن أن أنهي السبينات، لكن للأسف لقد قدم لي هذه السبينات المجانية كما تشاهدون. فراح نضغط على سبين وبذلك راح يلعب لوحده ويزداد في المستوى كما تشاهدون. لعبة مسلية وسهلة جدا، فرح أرجع لكم عندما أنهي السبينات. أعود إليكم سريع. فكما تشاهدون أصدقائي الكرام، هنا لقد وصلت إلى المستوى الثاني وقدم لي سبينات إضافية وقدم لي 10 سبينات كما تشاهدون. فرح نضغط على نو ثانكس، فهذه شيء خرافي جدا. عندما تصل إلى المستوى الثاني والمستوى الثالث والرابع سوف يقدم لك سبينات إضافية. فرح نضغط على ستار هكذا أصدقائي الكرام كما تشاهدون 6 سبينات. وبعد انتهاء هذه السبينات فرح نضغط على هذه الخانة أولا. فعندما تنتهي هذه السبينات الإضافية رح يقدم لي 10 سبينات عادية، فرح ننتظر حتى تنتهي هذه السبينات وأعود إليكم سريع أصدقائي الكرام. فكما تشاهدون أصدقائي الكرام، السبينات المجانية تم إنهائها. فرح نضغط على كولكت هكذا
وهنا راح نضغط على تخطي هكذا. وهنا كما تشاهدون لقد قدم لنا 10 سبينات، يعني امتلأت سبينات لأننا وصلنا إلى المستوى الثاني كما تشاهدون. فرح أحاول أن أنهي هذه الاسبينات وأعود إليكم سريع أصدقائي الكرام. فكما تشاهدون أصدقائي الكرام وأخيرا وصلنا إلى آخر سبين، فرح نضغط على سبين هكذا أصدقائي الكرام، وبهذا أكملنا سبينات كما تشاهدون صفر سبين. ويجب علينا أن ننتظر 50 ثانية لكي تصبح لدينا سبين. فهنا راح تسألني كيف راح نتحصل على اسبينات، فما عليك فقط صديقي العزيز الضغط على سبين هكذا وسوف يقدم لك هذه الخيارات. فعليك فقط صديقي العزيز الضغط على مشاهدة فيديو، وبذلك راح تمتلأ هذه الاسبينات بكل سهولة. فراح ننتظر حتى ينتهي هذا الإعلان القصير وأعود إليكم سريع أصدقائي الكرام. فكما تشاهدون انتهى الإعلان، فراح نضغط على تخطي هكذا وبذلك راح يقدم لي 10 سبينات وهذا شيء خرافي جدا. فعلينا فقط الضغط على سبين ونكمل المهمة. ونضغط على سبين هكذا أصدقائي الكرام بكل سهولة ويزداد معنا المستوى بدون أي مشاكل. وعندما يصل إلى 7 المستوى السابع راح يحتسب معك النقاط بدون أي مشاكل. فهذه هي فكرة التطبيق أصدقائي الكرام أو فكرة العرض. فرح نضغط على ستارت هنا أصدقائي الكرام، وبهذا رح يقدم لنا سبينات إضافية كما تشاهدون مجانية، وبذلك رح يزداد معنا المستوى بدون أي مشاكل. فهنا رح أقدم لكم الفيديو من البداية إلى النهاية عندما نفذت العرض واحتسب معي النقاط بدون أي مشاكل. فلا تقصروا معي بوضع لايك وتشاركوا هذا المقطع في كل مكان لكي تعمل الإفادة على الجميع. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدة ممتعة.